الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحج قد يأذن الله لك للحظة واحدة أن تراه بحقائق الإيمان وبصائر اليقين، وهي لحظة أغلى من كل حياتك، وهو أمر يمكن أن يحدث لك في الميقات أو في الطواف أو في المسعى أو في عرفات أو عند رمي الشيطان، وهي لحظة استجابة ذلك الدعاء الذي روي عن الإمام زين العابدين، قال: اللهم أنر قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. وفي الحج قد يأذن الله لك للحظة واحدة أن تراه بحقائق الإيمان وبصائر اليقين، وهي لحظة أغلى من كل حياتك، أمر يمكن أن يحدث لك في الميقات أو في الطواف أو في المسعى أو في عرفات أو عند رمي الشيطان، وهي لحظة استجابة ذلك الدعاء الذي روي عن زين العابدين عليه السلام: اللهم أنر قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ولو حصلت على هذه اللحظة تغيرت حياتك، حيث تنتقل روحك إلى الملكوت الأعلى وأنت لا تزال تحبو على تراب هذه الأرض وتخرق حجب النور بعد أن تتطهر من الشكوك والغفلة والغرور. في الحج خلاص من أثقال الذنوب، كما فيه خلاص من أثقال الأماني، فهو ميعاد لملاقاة جبار السماوات والأرض، ولا يؤذن لأحد بالدخول عليه إلا إذا أصبح ملكا على نفسه لا مملوكا لها، وتحرر من ربقة شهواته ورغباته وعلاقاته بدنياه. إن الحج قفزة جبارة في عالم الملكوت، وللملكوت شروطها ومتطلباتها، فربنا لا يستضيف إلا صاحب النية الصادقة والنفس الصالحة والقلب السليم، وهو لا يطلب إليه إلا من يكون طالبا له، ولا يتقبل أحدا في داره إلا بعد تصفية نفسه وقلبه وعمله. في الحج أنت غريب بين الأحب وقريب في الغربة، فمع أنك بعيد عن أهلك ودارك إلا أنك تشعر أنك في أهلك ودارك. أما أهلك ودارك فهما في الغرب. في الحج تكتشف موطنك الحقيقي، لأن من يكون مع الله لن يكون في غربة. الإيمان هو الوطن، الوطن ليس ما تكون فيه، بل الوطن ما يكون فيه. في الحج تكتشف أن لا شيء غير الإيمان يستحق السكن فيه أو السكون معه أو السكن إليه. ففي مكة ينتابك شعور غريب بأنك في بيتك، بل تشعر كأنك كنت قد ضيعت بيتك منذ 1000 عام ثم وجدته بعد طول غربة. هنا بيت كل الناس، كل من يأوى إليه مرحب به، فجميع الناس هنا في بيوتهم،
في وطنهم وفي دارهم. فالبقاع المباركة هذه أرضك، ومكة بلدك، وبيت الله بيتك. وسعيد من يشد إليه رحاله، وأسعد منه من يحط رحاله فيه. في بيت الله ترى الناس بعين واحدة بكل ما فيهم من الأجناس والأعراق، إذ تختلط الألوان والأجساد واللغات. في هذا البيت تضيع الجهات فيما لا جهة له، فأينما تولوا فثم وجه الله. فالكعبة لا جهة لها ولا يختلف فوقها عن تحتها، ولا يمينها عن شمالها. المهم هنا أن تحدد المحور وأن تطوف وقلبك إلى جانبي. الكعبة سوداء، وفي بيت الله الحرام فإن سواد البشرة ليس عيبا بل له امتياز، بشرط أن يكون دليلا على بياض القلب. أنت هنا جئت لكي تطلب من الله عز وجل أن يغسل ذنوبك ويبيض سواد قلبك وروحك. فالمصيبة أن تكون للمرء بشرة بيضاء وقلب أسود، أما العكس فهو امتياز. في الحج أمم متحدة في مجلس أمن يعمه الإيمان، والناس العاديون هم الممثلون الحقيقيون لشعوبهم. فإذا وجدت زنجيا من عامة الناس فهو ليس شخصا عاديا، وإنما يمثل كل القارة السوداء وكل الشعوب القاطنة هناك. وإذا رأيت رجلا من السمر فهو ليس رجلا عاديا، وإنما يمثل كل القارة السمراء. وإذا وجدت رجلا أبيضا فهو ليس رجلا عاديا، وإنما هو ممثل لكل من يسكن في القارة البيضاء. هنا تمثيل حقيقي للأمم والشعوب، وهو تمثيل لم يأتي عن طريق الانتخابات المزورة التي يتدخل فيها المال الحرام والإعلام الكاذب. وليس الممثلون هنا يبحثون عن الكراسي، الممثلون هنا يريدون أن يعطوا لا لكي يأخذوا، هنا يتنازلون لا لكي يعلوا. جاءوا إلى هذا البيت فهم ممثلون حقيقيون لشعوبهم، وقلوب شعوبهم معهم، وإرادتهم وإيمانهم. الحج مواجهة حقيقية مع الجبت، ورفض مطلق للطاغوت. فأنت هنا تواجه نفسك الأمارة بالسوء وتنتصر عليها، وتلغي وجود الطاغوت، وترفع شعار لا إله إلا الله في مواجهة كل من ينازع الله رداء الجبروت. فلا أحد في الحج يرفع صورة رئيس دولته أو ملك بلاده إلا ويعرض نفسه للعنة الله واللاعنين. هنا التفرد لله، هنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. فالحج مناسبة كبرى للتبري من الشيطان ومن خيله ورجله، كما هي مناسبة كبرى للجهاد ضد الظلمة والطغاة. ومن يعود من الحج منتصرا على الجبت فهو قادر على مواجهة الطاغوت أيضا. أما من يعجز في الأول فهو أمام الثاني أعجز. ألا يقول الإمام علي سلام الله عليه: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز. في الحج احترام كبير للعائلة المؤمنة، وتكريم خاص للمرأة المضحية، وتقدير عظيم
للبنوة البارة الصالحة، فكل أعمال الحج تدور حول موقف أب هو إبراهيم الخليل، بان البيت ومجدده، وهاجر زوجته المهاجرة في سبيل الله التي أقامت في أرض لا زرع فيها ولا ضرع، وإسماعيل الولد البار الراضي بقضاء الله وقدره. فالطواف حول البيت الذي بناه إبراهيم، والصلاة عند مقام إبراهيم، والسعي هو بين الصفا والمروة في المكان الذي سعت فيه هاجر سلام الله عليها بحثا عن الماء لولدها إسماعيل. ورمي الجمار يرتبط بذبح إسماعيل، وفي ذلك اعتراف بقدسية الأبوة واحترام لحقوق الأمومة وتقدير لطاعة البنو. في الحج ذوبان طوعي وجبري للفرد في المجموع، إذ لا إمكانية للتفرد في أداء المناسك، فأنت يمكنك أن تصوم وحدك، وأن تصلي وحدك، وأن تزكي وحدك، وأن تخمس وحدك، وأن تأمر بالمعروف وحدك، وأن تنهى عن المنكر وحدك، وأن تجاهد وحدك، لكن لا يمكنك أن تحج وحدك. فالعمل هنا عمل جمعي، والحركة جماعية، ويرفع المؤمنون أصواتهم بالدعاء وبالتلبية جميعا. هنا مطلوب أن يختلط الناس بالناس، وتختلط اللغات والأجسام وحتى ملابس الإحرام. أنت أحيانا تضيع إحرامك لتجده على كتف أخيك، وأحيانا تجد أن أخاك قد أكل طعامك. هنا جئت لكي تختلط بالناس، لكي تختلط اللغات وتختلط الأجسام وحتى الملابس. غير أن هذا الاختلاط له اتجاه واحد، فمن الميقات يتحرك كل الحجاج نحو المسجد الحرام، وفي الطواف يدور جميع الطائفين حول الكعبة بعكس عقارب الساعة، أي اتجاه القلب للكعبة. وكذلك الأمر في كل أعمال الحج والعمرة، لا يشذ أحد في أعمال الحج والعمرة عن الاتجاه الواحد، فالتداخل المقصود لا يؤدي إلى فوضى غير مقصودة، والاختلاف في اللغات لا يؤدي إلى الاختلاف في الحركات. الأرض هنا تعج بأصوات الداعين بصنوف اللغات واللهجات، وأنت في هذا الجمع واحد من الناس، وعليك أن تكون معهم وتتحرك معهم وتدعو معهم وتصلي معهم وتطوف معهم وتسعى معهم وتقف في المشاعر معهم وترمي إبليس معهم. ولا بأس بأن يختلف عليك الأمر ما دمت مع الآخرين. أحيانا تبدأ بقراءة دعاء معين لتجد أنك أخذت تكمل دعاء أخيك الذي يقرأه وهو إلى جنبك. هنا كل الناس مدعوون لضيافة ربهم، فالبيت وضع لهم جميعا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، والدعوة كانت موجهة للجميع. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والعمل لا بد أن يكون جماعيا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هنا رب واحد، إله واحد، ملك واحد، معبود واحد، وأمة واحدة، ومربوبون موحدون. لقد جئت إلى هنا لكي تذوب في المجموع، فأنت مجرد قطرة، لكنك مع البحر بحر. ولو انفصلت عن البحر تعود أنت مجرد قطرة، بينما يبقى البحر بحرا. هنا لا ينبغي لك أن تبحث عن مكان خاص وطعام خاص ولباس خاص وعمل خاص وموقع خاص وموقف خاص ومطاف خاص ومسعى خاص. الحج
لا بد أن تمشي مع المشاة وتدعو مع الداعين وتجلس مع الجالسين وتأكل مع الآكلين وتنام مع النائمين وتستيقظ مع المستيقظين وتتحرك مع المتحركين. ولو أنك تأخرت عن المجموع فسوف تضيع، لأن يد الله مع الجماعة، والشارد من الغنم للذئب. فلا تبحث عن التمايز، لأنك قطرة في البحر، والقطرات في البحار لا تتمايز فيما بينها. الامتياز إنما هو للبحر كله، فأنت بحر إذا كنت فيه، وقطرة إذا انفصلت عنه. يا إلهي.